ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب كلكم تكونوا كويسين وتكونوا في احسن حال. نيجي بقى مع بعض النهارده في روتين كده خفيف وبسيط، وروتين يومنا العادي اللي عملت فيه كل حاجه. فانا حبيت ان انا اشارككم يومي بالتفصيل الممل من اول ما صحيت لحد ما خلصت كل حاجه. هنا اول حاجه هعملها، انا عامله المعطر ده في ازازه كده، هعمل المرتبه كده، والازازه اتكبت مني للاسف، وقعت مني للاسف على المرتبه، فانا لقيت المرتبه اتبلت خالص. فهسيب بقى ايه المرتبه قدام المروحه تتهوى علشان تنشف خالص، لاني مش هينفع افرش عليها حاجه وهي مبلوله. انا مش عارفه هي اصلا هي ازاي الازازه وقعت كده، شايفين المعطر كله وقع على المرتبة. بس حلو، يعني ايه يعني نستفيد ايه؟ ان المرتبة هتفضل ريحتها حلوة. انا بقى، انا يا جماعة بستعمل معطر فريدة وجلانس فريدة، بحب قوي والله، والشاور جيل برضو فريدة، بحب قوي الشركة دي، حاجتها كلها بتبقى حلوة جدا 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 فعلا، وريحته بتفضل ثابته كده، والجلونس بتاعه بيلمع حلوة قوي قوي فعلا، والله يا جماعه تحفه. انا بقى فتحت المروحه على المرتبه تتهوى خالص علشان تنشف، لان طبعا لو انا قفلت الملايه او قفلت الاوضه والمرتبه مبلوله من المعطر، حتى لو كان معطر بس هيحصل ريحه، فاهمين انتوا؟ بتعمل ريحه كده معينه. هنا بقى كان خلاص، كنت بقيت يعني الاوضه اتهوت خلاص، والشباك كنت فاتحه وقت طويل، والمروحه وكده، فهفرش بقى ملايه نظيفه وكده. بصوا يا جماعه، هو ده روتيني اليوم اللي انا بعمله. هو انا بصراحه الشقه كعامه، انا الشقه بتاعتي يعني مش بتكركب، يعني انا بيتي مش بيكركب على كله مره واحده، لا، هي بقى حاجات معينة بس. وأول ما بصحى بصراحة من النوم بعملها، وفي العادي بقى لما بخلص اللي ورايا بشوف مثلا أنا مقصرة في ايه ما عملتوش فبعمله كده. إيه، انا بقى كنت خلاص فرشت ملايه السرير. عايزه اقول لكم يا جماعه، انا بحب جدا الاوضه بعد ما بتتهوى وتتنضف وتغير الملايه، بحس كده بروقان بصراحه. تاني حاجه بقى يا جماعه عاوزه اتكلم معاكم فيها، إيه، جالي يا جماعه كومنت غريب قوي بجد قوي، اللي هو انتوا ليه يا جماعه ما بتحسنوش الظن بالناس؟ ليه مثلا اي حاجه بنحسن الحاجه الوحشه؟ اي كلمه ليه مثلا بناخدها بالحاجه الغلط؟ ليه ما بناخدهاش بالحاجه اللي احنا بنبقى قاصدين بيها، او الله اعلم هما كانوا يقصدوا بيها ايه؟ مثلا الشخص ده اكيد ما يقصدش الحاجه الوحشه اللي احنا فهمناها، اكيد في سوء تفاهم. لان يا جماعه بجد، او مثلا تصرف حد يعمله ليه بعد فتره لا انا خلاص شايفه ان الشخص ده وحش من التصرف ده. لان انا حصل معايا موقف، انا بجد يا جماعه اتضايقت منه جدا جدا جدا. الموقف ده هو جالي كومنت من واحده عندي، عامله لي كومنت على القناه على فيديو اللي هو بتاع جنس المولود. اول حاجه كلكم طبعا داخلين مباركين لي وشكرا جدا ليكم بجد والله العظيم، انا بحب اقرا كومنتاتكم جدا. بس هو كومنت جالي اني مش انتي ندى اللي كنتي في فرحك سايبه شعرك وعماله ترقصي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، او حسبي الله ونعم الوكيل في اه حسبي الله ونعم الوكيل فيكي انتي وكل اللي زيك تقريبا، حاجه زي كده يعني. اولا انا بقى، انا كان نفسي جدا بجد والله العظيم يا جماعه، انا كان نفسي جدا ارد على الكومنت بتاعها، بس انا قلت لا انا مش هرد عليها في الكومنت، انا هرد عليها في فيديو. اللي هو اول حاجه انت ليه تحاسبيني اصلا على واحده انت ما تعرفهاش شخصيا؟ انت مجرد ما بتشوفيها على القناه فقط، يعني مجرد فيديو ورا شاشه موبايل انت بتشوفيها بس كده. رقم اتنين يا جماعه، انا لسالي شهر يعني واكمل سنه جواز، فانا كنت متجوزة حاجة وحاليا حاجة تانية. يعني انا مثلا الاول كنت بنوتة هبلة وطايشة، واللي هو انا عايزة احضر فرحي بشعري، وطبيعي ان انا هرقص في فرحي، يعني مفيش واحدة ما بترقص في فرحها، يعني دي ما حاجة يعني ما شفتهاش في حياتي. هو اول حاجة اصلا هي حاجة ما تخصكيش، يعني دي حاجة ما تخصهاش طبعا، اسيب شعري ما اسيبش شعري، ارقص في فرحي ما ارقص في فرحي، دي حاجة ما تخصهاش. بس ما علينا، لو جينا نتكلم في ان هو يخصها ولا ما يخصهاش، إيه، احنا يا جماعة كل فترة في حياتنا بنبقى حاجة معينة. يعني انا مثلا، انا فاكرة جدا ان انا قبل ما اتجوز انا كان في حاجات كتيرة بعملها انا ما عدتش بعملها دلوقتي. إيه، كنت اوقات مش ملتزمة في حاجات، لا انا بقيت ملتزمة بيها دلوقتي.
كنت بلبس حاجات إيه، لا انا ما عادش ينفع البسها دلوقتي، لان كل ما مسؤوليتنا وكل ما بنكبر وكل ما بنعقل وكل ما بيجي علينا مواقف، كل ما احنا بنلتزم وبنفهم اكتر. يعني انا مثلا، انا لو انا في عقلي دلوقتي مثلا، واللي هو لو قررت فرحي تاني، لا انا هلبس حجاب وكل حاجة، بس طبيعي ان انا هرقص في فرحي، بس هلبس حجاب وهكون بشوف كده عرايس بقوا لابسين الحجاب بطريقة حلوة قوي بجد. انا كالاول لا، انا في اللي هو عارفين انتوا يا جماعة، بنبقى بمعنى اصح طايشين بقى، وعارفين انتوا حاجات معينة في دماغنا، وعاوزين نعمل حاجات معينة في دماغنا، لان احنا لسه ما دخلناش في مسؤولية، لسه ما شفناش الدنيا صح اكتر، لسه ما كبرناش اكتر، لان بجد كل يوم في عمرنا بيفرق في حياتنا وفي تفكيرنا وفي تصرفاتنا وفي كل حاجة. وكل ما انت بتشيلي مسؤولية بتحسي ان انت بتعقلي اكتر. يعني انا على فكرة، انا الاول كنت هبلة جدا جدا جدا، وكنت طايشة جدا جدا جدا. لا انا لما اتجوزت بدأت اللي هو انا التزم في حاجات اكتر، بدأت اشيل مسؤولية اكتر، بدأت اللي هو لا الحاجة دي غلط ان انا كنت بعملها، لا انا هصلح من نفسي في حاجة معينة. فهي اصلا داخلة كاتبة كومنت في حاجة انا كنت لابسة فيها لبس عادي خالص، انا كنت لابسة بلوزة عادية خالص ومش مبينة حاجة من شعري. يعني اكيد طبعا من فيديوهاتي لو انت بتتفرجي عليها هتحسي لا، ان مثلا الندى اللي بتصور الفيديو ده مش هي ندى اللي كانت يوم فرحها. هي اولا حاجة برضو ما تخصكيش، يعني هي حاجة ما تخصكيش، بس بجد يا جماعة اللي هي الحاجة اللي انا بس نفسي اوصلها في الفيديو، ان لما نلاقي شخص اتغير لحاجة، او لو شخص مثلا كان مقصر في حاجة والشخص ده بدأ ان هو يعدل نفسه فيها، بلاش احنا نيجي نقول له لا ده انت كنت عملت كذا. هي اولا حاجه ما تخصش حد، بس ما لا احنا نشجعه. مثلا كان ممكن تكتبي ايه، إيه مش انتي ندى، انت كنتي لابسه مثلا، انت كنتي مثلا بشعرك في الفرح، بس انا اخده بالي ان انت التزمتي في الحجاب، اه التزمي اكتر. ممكن تدي نصيحه بطريقه احسن، اخده بالي مثلا انك بتصوري بلبس معين، او حسنتي لبسك، او ما اعرفش ايه، بندي نصايح بطريقه معينه. انما من جماعه بجد في ناس بحس ان هي مستفزه، اللي هو على فكره انا ما ردتش عليها، لان انا مش كل الناس برد عليها بصراحه. يعني انا على فكره مش كل الناس برد عليها، بس انا بصراحه بهتم جدا 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 في كومنتات معينه بهتم بيها قوي، إيه اللي هو بحس ان في ناس كده بتقدم النصيحه بطريقه كويسه جدا. في ناس تقول لي لا خلي بالك من كذا، لا خلي بالك من كذا، اعملي كذا، إيه باخد بالي من الكلام ده. انما في ناس بقى بحس ان هي داخله تستفزك او دخلت تضايقك، اللي هو انا بجد نفسي اعرف نوعية الناس دي ايه. انا مش عارفة بجد، يعني انا مش عارفة يعني ايه ان انا ادخل اكتب كومنت لواحدة اللي هو انا بغرض الكومنت ده ان انا اضايقها، انتي ما تعرفينيش. وعلى فكرة انا اصلا الكومنت هو بيستفزني اوقات، اللي هو ليه شخص في شخصية كده، ليه في ناس كده، مش ان انا بتضايق من الكلام، لا هو ليه في ناس كده، او انتوا مثلا بتستفيدوا ايه. يعني مثلا لما الاقي حد كان مثلا مقصر في حجاب، مقصر في لبس، مقصر في اي حاجه، وبدا ان هو يحسن من نفسه، لا انا اشجعه، مش هقول له انت ما عرفش عملت ايه وعملت ايه وعملت ايه. فبجد يا جماعه يعني ايه حسن الظن كده، واللي هو ايه مش اي واحده مثلا كانت عامله حاجه او كانت بستايل معين تبقى وحشه، لا مفيش الكلام ده والله خالص. ما علينا بقى، طبعا انتوا شفتوا البشاميل اللي انا عملته، عايزه اقول لكم يا جماعه ان كان حلو جدا جدا بجد والله العظيم، كان طعمها حلو قوي، فانا حبيت ان انا اعملها كتغيير، وحسيت ان هي حاجه سهله وكده، وكنت خلصتها بقى. وهنا حبيت ان انا اعمل ايه، هعمل كيكه الخلاط. انا بحط شويه خل صغيرين كده، انا بشرت اخدت بشرت برتقانه، واخدت القشر بتاعها، بس ناخد بالنا ان احنا ما ناخدش القشر الابيض ده عشان بيمرر. وحطيت بقى حاجات الكيكه كلها، حطيت زيت وحطيت سكر وحطيت كيك شيف وحطيت فانيليا، وهحط بقى شويه وهعمله كله في بعضه كده، وهنزل بقى عليه بعصير ايه، هنزل عليه بعصير البرتقال. إيه هو كان عصير فريش، إيه كنت انا عاملاه، يعني جبت برتقال عصرتها وخدت القشر بتاعها من غير الابيض اللي فيها. انا مش عارفه ليه الخلاط طربش على الحوض وعلى بهدل الدنيا بصراحه. عبد الله ايه دلوقتي زعلي، هيبان ايده في الكاميرا. وهجيب بقى دقيق وهعمله كده بالبتاع، هنخله اللي هو يبقى حلو. مش عارفه هي الحركه دي بنعملها ليه، بس انا بشوف في الفيديوهات بيعملوا كده. يعني عايزه اقول لكم يا جماعه ان الكيكه دي كانت طعمها حلو قوي، بس هي فيها حاجه واحده بس كانت وحشه، ان هي كانت مره شويه.
هنا بقى حطيت ملح، رشة ملح، وحطيت اللي هو الكيك شيف ده، وحطيته عشان تنفش الكيكة وكده، وهقلب الحاجات الناشفة دي كلها مع بعض، وانزل عليها بالخليط بتاعي وهقلبه كويس جدا جدا جدا. شوفوا بفضل اقلب فيه كتير قوي، يعني بنفضل نقلب. طبعا هي الكيكة دي سهلة جدا وكلنا بنعرف نعملها، يعني انا مش عاملة افتكاسة، بس انا حبيت ان انا اعمل حاجة حلوة تغيير وكده، وابقى انا اللي عاملاها. بما ان انا بفشل على طول في اي كيكة، انا في الحلويات يا جماعة بفشل فيها جدا، وهحط بقى في الصينية دي شوية زيت، وهعملها بالدقيق كده، هبدرها بالدقيق علشان ما تلزقش في الصينية، وهنزل بالخليط بتاعنا وهسيبها في الفرن حوالي كده. هي قعدت معايا تقريبا هو اقل من نص ساعة، حاجة بسيطة يعني، اقل من نص ساعة حاجة بسيطة. هخبط بقى الصينية كده كام خبطة على الرخامة علشان تطلع لو في اي هوا، الهوا يطلع منها وكده، واحطها في الفرن. ما نفتحش عليها يا جماعة خالص، لان انا دي غلطة بغلطها كل مرة، الا بعدها بشوية كتار كده، عارفين لما تحس ان هي بدأت تنفش نفتح عليها عادي، انما انا بقوم عاملة هبل جدا، وبقوم فاتحة عليها مرة واحدة، فما بتكبرش معايا، ما بتنفش معايا. انا نفسي جدا تنفش معايا، انا نفسي اجيب اللي هو النفشة الكبيرة دي، بس بتنفش معايا خالص. وهنا بقى كانت خلاص خلصت، فاكتبولي ايه رأيكم في شكلها. بجد يا جماعة كان شكلها حلو قوي. انا بقى هقطعها عشان تبرد، انا بحب الكيكة بعد ما تبرد، بحس ان طعمها بيختلف جدا، بحس طول ما هي سخنة كده طعمها مش حلو، يعني بحس ان طعمها مش باين. وهعمل بقى شاي بلبن، وهنقعد بقى ناكلها وكده. كل اللي انا كنت عايزه اوصل لكم في الفيديو ده، ان احنا يا جماعه لما نيجي نقدم نصيحه لحد نقدمها له بطريقه حلوه، ولما نلاقي حد بيتقدم لحاجه احسن نشجعه، ومش نقول له انت كنت بتعمل وما كنتش بتعمل. وبس كده الفيديو بتاعي خلص النهارده، يا رب يكون عاجبكم، بحبكم قوي، باي.